الاخبار المسائي قال ان الاهلي يتحدى الارهاق، وده طبيعي جدا لان احنا عارفين في ضغط مباريات بشكل فظيع بصراحه خلال الفتره اللي فاتت، مباريات الدوري ورا بعض، كمان بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي مضغوطه جدا، فبالتالي المباريات كمان هي هتكون ورا بعض، فبالتالي هيكون في ارهاق من ضغط المباريات دي، فاكيد دي او ده هيبقى عائق هيواجه الجهاز الفني واللاعبين في ظل كمان غياب عدد من اللاعبين للاصابه. لكن ان شاء الله يعني النادي الاهلي يتدارك كل هذه العقبات، والنادي الاهلي خلاص اتعود على هذه الامور في بطوله دوري ابطال افريقيا او كمان من خلال ضغط المباريات. على فكره ضغط المباريات ده ادى بشكل كبير جدا لتكرار الاصابات او تواجد عدد كبير من الاصابات في النادي الاهلي، لكن ان شاء الله الامور تبقى كويسه. لاسارتي يستقر كمان على التشكيل، احنا عارفين ان في يعني نسب كبيره او توقعات كثيره بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي، مفيش اختلاف، ممكن يكون محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني، يعني هيكون شبه التشكيل او اقرب للتشكيل اللي بدا بيه مستر لاسارتي مباراه فيتا كلوب الكونغولي، مع اضافه طبعا ياسر ابراهيم مكان كلوبالي. طبعا بنشكره على الفتره الكبيره اللي قضاها مع النادي الاهلي، وبصراحه كان لاعب مهم ومتالق، بجانب طبعا تواجد حسين الشحات وحمدي فتحي الوافد الجديد من انبي، ممكن يكون متواجد في وسط الملعب في ظل غياب هشام محمد وحسام عاشور، هيكون بجانب عمرو السوليه. النقطه هنا او الكلام ممكن يكون على اجاي، هل ممكن مستر لاسارتي يبتدي باجاي كمهاجم ولا يتجنب مشاركه اجاي، خصوصا ان هو لسه عائد من الاصابه، بقى له فتره بيتمرن مع الفريق، لكن هيلعب كمان على نجيل صناعي وهو كان عنده اصابه في الركبه، فهتبقى الامور فيها حرص كبير بالنسبه لاجاي، ممكن يبقى فيه مهاجم وهمي زي ما شفنا في المباريات الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي.